شرعت الخطوط الجوية الجزائرية في عملية بيع تذاكر الحج لموسم 2017 على مستوى وكالته المتواجدة بفندق سوفيتال بالعاصمة، وعرف اليوم الأول إقبالا معتبرا من الحجاج لاقتناء تذاكرهم. التفاصيل مع أحمد قارة. انطلقت عملية بيع تذاكر الحج لموسم 2017 على مستوى وكالة الخطوط الجوية الجزائرية والوكالة الأخرى المعتمدة لديها، وشهد اليوم الأول إقبالا معتبرا للحجاج الجزائريين. العملية هنا عقبت بأحسن ما يرام، وسجلنا هنا، عطونا البي، استقبلونا كما قدك، والحمد لله. مادام كان رجال في الجزائر، الجزائر لا تموت. لا باس، الحمد لله جوزنا بخير، انا خويا خلصنا لي بي ان شاء الله لو سيس نمشوا. قالنا على الربعه تاع العشواء تكونوا في المطار. السبعه اللهم احفظ الجزائر من حدود للحدود. اول رحله لهذا الموسم ستكون يوم السادس اوت نحو المدينه المنوره ونحو جده، بدايه من السابع عشر اوت، بمعدل رحلتين يوميا موزعه بين الخطوط الجويه الجزائريه والسعوديه للطيران. الحاج بيبار ان شاء الله لو 6 اوت على 7 تاع الليل، انت تكون في المطار على 2 تاع العشيه ان شاء الله، 5 سوايع ان شاء الله. هذا العام الخطوط الجويه الجزائريه برمجت 52 رحله، عندنا حوالي الى من 5 من 6 اوت اول رحله الى الذهاب الى المدينه الى غايه 16 اوت، هذا راح كاع تروح المدينه، ومادا من 17 اوت الى غايه 26 اوت الذهاب الى جده، والعوده العكس، اللي راح المدينه واللي من جده راح لجده واللي من المدينه. 52 رحلة ستربط بين الجزائر والبقاع المقدسة، سيتم من خلالها نقل أكثر من 20 ألف حاج.